إذا بدنا نكمل مثال 2-2، هلا إذا بتتذكروا في مثال 2-2 عملنا أول شيء الأوبن سيركت تيست، خلصناه الأوبن سيركت تيست كانت هاي مفتوحة، فأهملنا هذا الجزء وأهملنا هذا الجزء، كان الجزء الرئيسي هو XMRC، وطلعت معي قيمة XM وقيمة R، CRC بيتمثل الكور لوسز و XM بيتمثل الماجنتيزيشن كارنت أو الماجنتيزيشن سيركت. هلا انتقلنا نعمل جزء ثاني بالشورت سيركت تيست. بالشورت سيركت تيست بدنا نكون حذرين، لأنه إذا أنا حطيت الريتد فولتج على البرايمري وعملت شورت سيركت للسكندري ايش رح يصير؟ حمر كارنت عالي جدا، رح يخرب الجهاز، رح يخرب المحول. لاحظوا هذا قديش البرايمري ريتنج تبعت البرايمري فولتج 8000 فولت. انا حطيت جزء صغير جدا اقل من 5% تقريبا، مضبوط؟ اقسم 500 على او 489 على 5000 على 8000 بيطلع رقم صغير جدا، حوالي 5% تقريبا او اكثر شوي من 5%. اذا احنا بالحاله هاي بنحط فولتج صغير جدا، بنضل نزيد الفولتج لحد ما الكرنت في البرايمري يكون هو الريتد كرنت، فالريتد كرنت في الحاله هاي هو 2.5 امبير. اذا احنا عملنا شورت سيركت على السكندري وصرنا شوي شوي نزيد الفولتج على البرايمري لحد ما الكرنت في السكندري وصل الريتد كرنت اللي هو 2.5 امبير. لاحظوا اللي عندي هون في الدائره، اهملت هذا الجزء هون لانه الموازي له اقل بكثير من هيك. تذكر اذا قلنا عندي مقاومتين ان باراليل تكون اللي بتطغى هي المقاومه الاصغر، اذا مقاومتين ان سيريز بتطغى هي المقاومه الاكبر. اذا هون عندي لما يصير ان باراليل بصير هذا البرانش اللي هو اكس ام ار سي ان باراليل مع هذا البرانش، هذا البرانش بيكون اقل بكثير، خصوصا هذا جزء من شورت سيركت وهذا اقل بكثير من هذا، فراح يصير اللي هو الاهم هو هذا الجزء، فبهمل هذا الجزء لانه اكبر بكثير من تنين ان باراليل. صارت عندي الدائره الان هاي عباره عن ار واكس، مضبوط؟ اذا الايكوفلنت سيركت لهاي ببساطه هي عباره عن ريزيستر واندكتر. هون عندي V شورت سيركت وهون راح يمر عندي I شورت سيركت. هذه ريفيرد لمين عملناها؟ ريفير لمين؟ للبرايمري، مش هيك؟ وهي عملناها ريفير للبرايمري، ضربناها A سكوير، والا اذا بتعمل ريفير للسكندري شو كنت بعمل بهدول؟ بقسمهم على A سكوير وبقسم هذا على A سكوير، اذا عملت ريفير كله هون للبرايمري ضربت هذا في A سكوير وفي A سكوير، اذا هذه صارت عندي هون R ايكوفلنت وهذا صارت عندي J X ايكوفلنت. وR equivalent شو بتساوي؟ بتساوي R primary زائد A square R secondary، و X equivalent بتساوي X primary زائد A square X secondary. اوكي ماشي واضح؟ إذا هلا صارت هاي سهلة مش هيك؟ ليش؟ أنا عارف هلا الماجنتيود تبع الفولتج وعارف الماجنتيود تبع الكرنت، بس إيش بنقص علي؟ الزد. حتى أطلع الزد. بقدر اطلع الزد الماجنتيود تبعها، بس ايش بنقص علي؟ الزاويه. يعني اللي بحكي لكم اياه، لو انا جيت على الدائره هاي حطيت في وحطيت اي، عرفت في وعرفت اي كماجنتيود، هل هذا كافي؟ لا. لا ايش بدي كمان؟ هاي شوف السؤال، افهموا السؤال. لو انا جبت لك الدائره هاي حطيت انا هون في 100 مثلا 200 فولت واي 3 امبير، هل بقدر اطلع قيم ار واكس من هون؟ ايش القيمه الوحيده اللي بقدر اطلعها من هاي؟ طلع زد. مش شرط ار، شو عرفني انها ار؟ طلع زد. طلع زد احسن. زد شو بتساوي؟ في على اي بس. هل بعرف زاويه زد؟ لا. لا شو ناقصني؟ ايش بدي ايش بدي اطلع زاويه زد؟ كيف بعرف؟ كيف؟ انا بعرفش غير في واي بس، بعرفش غير قيم في واي. بالباور تمام، وين الباور؟ بضرب الاي في الباور 200 امبير. احنا هاي انا بدي اياك تفهم انه احنا بحاجه للباور، ليش احتجنا الباور؟ انا لو عندي بس في واي كقيم بدون زاويه بينهم، كل اللي بقدر اطلعه هو زد. بس ما بقدر اقسم زد لايش؟ لار ايكوفلنت واكس ايكوفلنت. حتى اقسم زد لار ايكوفلنت واكس ايكوفلنت ايش بدي كمان؟ بدي الزاويه ما بين في واي او بدي الباور فاكتور. حتى هلا اطلعه شو بعمل؟ بقيس الباور. شو صارت هلا كوساين فاي شو بتساوي؟ صار عندي الباور شو بتساوي؟ بتساوي في شورت سيركت، طبعا هاي مفهوم منها ايش؟ RMS. واي شورت سيركت وهاي مفهوم منها ايش؟ في ايش؟ في الكوساين. في الكوساين ثيتا. فاذا كوساين ثيتا شو بيساوي؟ بيساوي بي على في شورت سيركت، مفهوم من RMS، وانا عرفت عليها واي شورت سيركت، ماشي واضح؟ بي عندي، كيف بقيس بي؟ بايش بقيسها؟
بوات ميتر بدي اقيس بي بوات ميتر وفي واي بس بقيس الماجنيتيود تبعه. او اذا عندي طريقه على اوسيلوسكوب اطلع الزاويه ما بين في واي خلص ما بحتاج الباور مش هيك؟ مش عرفت الزاويه؟ طيب اذا هلا كيف بكمل؟ اذا زد شو بتساوي اول شيء؟ زد كماجنيتيود شو بتساوي؟ بتساوي في كماجنيتيود على اي كماجنيتيود. طبعا هذا شورت سيركت وهذا شورت سيركت اللي هو قديش؟ ليش نخلي هاي الكاميرا اشرح بتكون القيمه الصحيحه قديش كانت؟ 489 فولت على 2.5 امبير. قديش هذه بتطلع معنا؟ حد يقسم لنا اياها؟ المفروض تطلع 195 و6 بالعشرة مش هيك؟ 190 95 و6 بالعشرة هذا طبعا ايش تحطيها؟ هلا حتى اطلع الزاوية تبعتها الزاوية شو بتساوي؟ ثيتا بدها تساوي ارك كوساين بي اللي هي 240 على 480 89 2.5 مضبوط؟ اللي هي بي على اس 78 240 قديش تطلع؟ 78.67 اذا هاي 78.67 خلينا نسميها 7 ديك ليدنج ولا لاجين؟ لاجين الكرنت لاجين الفولتج بس الزد نفسها اذا هلا بقدر الان زد احللها لار بلس جي اكس مش هيك؟ ار شو بتساوي؟ زد في ايش؟ زد في هذا لو بدي احلله هذا مش عباره عن مثلث الزد والار والاكس طيب ناخذ الجذر تحت المثلث ايش هذا المثلث بيمثل فيه هذا ايش وهذا اكس وهذا الزد زد وثيتا وين عند الار طيب ار شو بتساوي هون زد في ايش زد في اكس لا الزد ار شو بتساوي زد على اكس شباب ايش معنى؟ طلعوا المثلث عندي ار واكس وزد هذا مثلث قائم الزاويه ار شو بتساوي دلاله زد؟ ار على زد شو بتساوي؟ ار على زد كوساين ثيتا اذا ار شو بتساوي؟ زد كوساين ثيتا اذا هاي بتساوي زد كوساين ثيتا زائد جي اكس على زد شو بتساوي؟ ساين ثيتا اذا اكس شو بتساوي؟ زد زد ثيتا زد شو بتساوي؟ 195 95 اضرب لي 195 في كوساين ثيتا 38.3 زائد جي وزد في ساين ثيتا اللي هي 195 و6 بالعشرة بساين 87 و7 بالعشرة 195.4 190 95.4 هذه كلها طبعا وحدتها هذه بدها مش 72 مش 82 مش 87 هاي انت قلت لي 87 قديش هاي القيمة الصحيحة هون؟ لا المفروض 78 لا هذا جواب صحيح؟ هذا صحيح بس قديش الجواب هون؟ الثاني غلط الثاني 191 191.8 هاي؟ وهذيك 87 هاي ايش؟ 87 7 بالعشرة ديجريز هاي هيك مضبوطة 191 4 بالعشرة هاي 38 و 3 بالعشرة مضبوط؟ تأكدوا من المثال المثال عندي بيطلع 38 و 4 بالعشرة 192 مضبوط طيب هذول شو بيمثلوا الار هاي شو بتمثل؟ ايش معناها؟ ايش علاقتها هاي الار بالترانسفورم؟ هاي كم اوم؟ 38 و 3 بالعشرة شو بتمثل هون؟ هل هي ار بي ولا ار اس؟ ار بي تمام اللي هي ار بي ما بعرفش اقسمهم هلا ما بقدر اقسمهم يعني بس احنا ما بهمنا كثير لانه لما بنحلل الدوائر الباور راح اعتبر انه بهمني خلص اذا كاني بطلع من هون بستعمل ار ايكوفلنت طيب واكس ايكوفلنت وينها؟ يعني هاي كلها تجمعت الان اكس ايكوفلنت اللي هي اكس بي واي سكوير اكس اس تجمعت في مقاومه واحده وراح استخليها مقاومه واحده وهاي تحولت ل هاي طبعا هون رياكتنس وهذه ايش بنسميها؟ ريزيستنس وهذول التنين شو بصيروا؟ امبيدنس